احنا بورلومون عندنا اولويه هي البطوله العربيه، المرحله الجايه واسيد سويت نشوفوا قصص، وفي الكاف ولا في البطوله الافريقيه احنا شاركنا في برشا بطولات نتاع ليغ دو شامبيون، مش حاجه جديده علينا. الكاف والوحدات هما اللي يتعداو من الدور الاول يرجعوا للكاف، دونك حتى في الكاف مش شوف فرق كبيره وفرق كبيره من جميع البطولات اللي هي مش ترجع للكاف، وساعات تلقى الكاف اصعب من الشامبيونز ليغ، وشفناها كم سنه انه الشامبيون تاع الكاف يكون اقوى من الشامبيون تاع الليغ شامبيون.